تحياتي ليك كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي اوضه اللبس. عايزين نعرف منك حاجات مهمة جدا، واحنا بنعمل خدمة لجماهير اوضه اللبس. الاسماء اللي دخلت المعسكر، التشكيل المتوقع، الاصابات اللي موجودة، كمان عرفنا بعض الاخبار، فريق الكابتن محمود الخطيب نزل فيديو حالا، عايزين نعرف فيه ايه. اتفضل يا فندم. الاهلي بالفعل النهارده اختتم تدريباته بعد ظهر اليوم. كان التدريب بدا بمحاضره فنيه بالفيديو. موسيماني عمل محاضره بالفيديو للاعيبه كلها، شاهد بعض ملخصات مباراه الاسماعيلي في الموسم الماضي. عايز اقول لك ان في تركيز كبير جدا دخل نادي الاهلي مباراه الاسماعيلي، خاصه الاسماعيلي ده كان الاهلي تعادل معاه في اخر مباراه في الموسم الماضي، وكان سبب من ضمن اسباب خساره الدوري. القائمة أعلنها النهاردة المستر موسيماني، ضمت علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السورية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس مكسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي. قائمة النهاردة بتشهد ظهور الأول لبيرسي تاو المنضم حديثا للنادي الأهلي، وضمت قائمة المستبعدين محمد الشناوي اللي بيعاني من تمزق في العضلة الخلفية اللي تعرض ليها في خلال مشاركته مع منتخب مصر قدام منتخب ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وصلاح محسن اللي بيعاني من مشكلة في الركبة، ووليد سليمان اللي تعرض لارتجاج في المخ خلال المباراة الأخيرة أمام الحرس الوطني. في محمود متولي برضه تم استبعاده لعدم الجاهزية الفنية. محمود متولي كان بيعاني من إصابة في أوتار الركبة الفترة اللي فاتت كلها، لم يشارك من بداية الموسم. في بعض اللاعبين تم استبعادهم من وجهه النظر الفنيه، كريم فؤاد ومحمد محمود ورامي ربيعه ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل كوكا. طيب خليني عايز اعرف منك التشكيل المتوقع للنادي الاهلي بكره ايه ان شاء الله؟ التشكيل المتوقع وفق التدريب بتاع النهارده، علي لطفي حراسه المرمى، على اليمين اكرم توفيق، اثنين في قلب الدفاع بدر بنون وايمن اشرف، على الجانب الشمال علي معلول، خط النص عمرو السوليه واليو ديانج، وقدامهم قفشه وطاهر ومحمود كهربا، وفي الهجوم محمد شريف. اعتقد ان طاهر محمد طاهر خارج المعسكر. قفشه وكهربا ومحمد شريف. اوكي تمام. طاهر محمد طاهر من ضمن المستبعدين. تمام. طيب عايزين نعرف، فريق عمل برنامج الاستاذ محمد مراد رئيس تحرير البرنامج بيبلغني اللي فيه فيديو نزل للكابتن محمود الخطيب، ممكن نعرف تفاصيله ايه؟ بالفعل الكابتن محمود الخطيب عمل فيديو النهارده اتكلم فيه عن كل اختياراته للقائمه، وان كان فيه الفتره اللي فاتت شهد الجلسات كتيره مع لجنه الحكماء بالنادي الاهلي لاختيار القائمه التي ستخوض الانتخابات لفتره جديده بدايه من 2021 وحتى 2025. كابتن محمود اتكلم عن القائمه كلها شهدت اللي تم اختيارها او التي وقع عليها الاختيار، شهدت اجماع كبير من لجنه الحكماء بالاتفاق مع الكابتن محمود الخطيب، وان السبب في تاخر اعلان القائمه نظر لتعرض الكابتن محمود الخطيب لازمه صحيه، ارتفاع ضغط العين في عقب المؤتمر اللي عمله لتكريم بعض رموز النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. الكابتن محمود الخطيب اعلن القائمه كلها وشرح اسباب اختياراته، هتبقى ان العمري فاروق في منصب نائب الرئيس، مع العلم ان العمري فاروق لم يترشح امام احد، والمهندس خالد مرتجي في منصب امين الصندوق، و7 اعضاء فوق السن، الدكتور محمد شوقي ومحمد غزاوي وطارق قندير ومحمد الضماطي ومهند مجدي ومحمد سراج والكابتن حسام غالي. والاعضاء تحت السن محمد الجرحي ومي عاطف. طبعا الاستاذ خالد عبد القادر اعتذر رسمي امس عند خوض الانتخابات بعد ما تقدم باوراق ترشحه بشكل رسمي. الاستاذ ده ابرز الفيديو الكابتن استاذ علي سمير الصحفي او الناقد الرياضي بجريده الوطن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نطمن على الدراويش، دراويش الكره المصريه، يعني المتعه، يعني الجمال، يعني السمسميه. نروح بسرعه للاستاذ ميسره سليمان يطمنا عن نادي الاسماعيلي. استاذ ميسره برحب بحضرتك في اوضه اللبس. اهلا بيك كابتن شادي، واهلا بكل مشاهدي قناه النهار وبرنامج اوضه اللبس. طبعا بنبارك لك على الظهور الاعلامي يا كابتن شادي وعلى برنامجك الجميل، ويعني صراحه حاجه اكتر من رائعه كابتن شادي. أشكرك. منور دايما 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 وابدا يا كابتن. متشكر جدا. طمني على الاسماعيلي، مين اللي دخل المعسكر، الاصابات اللي موجوده، التشكيل المتوقع. كابتن شادي، الاسماعيلي طبعا غادر يوم الاثنين الاسكندريه لاقامه معسكر مغلق،
قبل مواجهه الاهلي المقرر اقامتها غدا. طبعا كابتن محمد ابراهيم هو اللي هيقود الفريق فنيا لغياب الكابتن طلعت يوسف بسبب اصابته بفيروس كورونا. طبعا بنتمنى الشفاء للكابتن طلعت. اكيد طبعا. معاك كابتن. اكيد طبعا كابتن طلعت يوسف بنقول له الف الف سلامه، واحد من المدربين المحترمين جدا الكابتن طلعت يوسف. طبعا طبعا كابتن شادي الصفقات الجديده اللي ابرمها مسؤول الاسماعيلي في فتره الانتقالات الصيفيه هتقود الفريق زي احمد عيد الباك رايت المعار من نادي الزمالك، وزي تشونجا المهاجم الزامبي الجديد، وعصام صبحي الظهير الايمن اللي جاي من صفوف المقصه، ومحمد بسوقي ايضا الظهير الايسر اللي جاي من صفوف المقصه، وطبعا الحارسين احمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان، وطبعا عوده محمود مخلوف اللي كان معار لنادي المقصه. دي الصفقات اللي ابرمها مسؤول الاسماعيلي في فتره الانتقالات الصيفيه هتبقى موجوده ان شاء الله متواجده غدا في مباراه الاهلي. طبعا في محمد الطرهوني ده اللاعب الليبي، ده طبعا رغم ان هو وقع 3 سنوات للنادي الاسماعيلي لكن لم يتم قيده في مشاكل حوالين البطاقه الدوليه، والاسماعيلي بعت طلب من الفيفا الاتحاد الدولي استخراج بطاقه مؤقته للاعب حتى يتمكن من اللاعب يتمكن من قيده في قائمه الفريق. طبعا زي التشكيل المتوقع التشكيل المتوقع لمواجهه الاهلي في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، الدفاع باهر المحمدي ومروان الصحراوي، ناحيه اليمين احمد عيد، في الشمال محمد دسوقي، نص الملعب يتكون من محمد عادل، عماد حمدي، شكري نجيب، احمد مدبولي، خط الهجوم هيبقى مهاجم وحيد تشونجا. ده التشكيل المتوقع اللي هيدفع بيه كابتن محمد ابراهيم المدرب العام في مواجهه الاهلي. استاذ ميساره بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما هنتابع معاك اخبار الدراويش لان الدراويش دول في القلب وغاليين علينا اكيد كتير جدا، وما ادراك ما الدراويش. نتمنى يعمل سيزون جامد لان مع فريق الاسماعيلي معشوق اسماعيليه. انا عايز اقول لكم الناس هناك ما بتتكلمش غير في الاسماعيلي ومستقبل الاسماعيلي والصفقات اللي بتبقى موجوده، بيحبوا الكوره.